الرحمة والخلود لجميع الأموات والراحلين عنا، والرحمة والخلود للكابتن كريم سلمان الذي غادرنا سريعا. وهذا هو الإنسان الذي يعرف في الوسط الرياضي بالإنسان الخلوق، من ملعب الساحر أحمد راضي ودع الحياة اليوم في مباراة فريقه الأزلي نادي الطلبة أمام القاسم. كريم سلمان يرحل إلى مثواه الأخير، إنا لله وإنا إليه راجعون، في حلقة خاصة من برنامج الكابتن نخصصها إلى روح الفقيد، فقيد الرياضة الذي انضم إلى سلسلة الأعزاء الذين رحلوا عنا، الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي والكابتن ناظم شاكر وفالح عودة والكثير من الرياضيين بسبب فيروس كورونا. حلقة خاصة من برنامج الكابتن، بداية نرحب فيها بضيوفنا الموجودين في الاستوديو، بالدكتور عدنان لفتة، أهلا وسهلا دكتور. والكابتن الكروي والمدرب والصديق للكابتن الراحل كريم سلمان، الكابتن كريم قمر، أهلا وسهلا بك. بداية، الوسط الرياضي اليوم أفجع بخبر وفاة الكابتن كريم سلمان اللي استبشرنا خيرا قبل يوم أمس، بعد أن حاولنا الاطلاع على حالته الصحية استبشرنا خيرا بتطور الحالة الصحية للكابتن، لكن اليوم فجع الوسط الرياضي بخبر وفاة الراحل عن عمر يناهز 55 عاما، هذا المدرب الذي يعتبر من المدربين الخلوقين، المدربين الذين يشهد لهم الوسط الرياضي بالخلق الكبير والانضباط العالي، وكان مدرسة لتخريج اللاعبين. هذا الكلام ما نتكلم به عن الكابتن كريم سلمان الآن لأنه رحل عنه، لا، هذا الكلام تكلمنا عنه هو كان موجود في البرنامج، وكان هو في السنوات الأخيرة واحد من أهم المخرجين للكرة العراقية من لاعبين، وما شاء الله موجودين في الوسط الرياضي. اليوم رحل عنا سريعا وسط حضور كبير لمحبيه وأصدقائه والمتابعين إلى، بداية من نادي الكرخ اللي كان يعني هناك مباراة لنادي الطلبة ونادي القاسم، مرورا بمنزله في منطقة العامرية ثم إلى مقبرة أبو غريب. بداية خلونا نشوف مراسيم التشييع اللي جرت في نادي الكرخ. صدمة لكم وانتم تلعبون، صدمة لكم، بقى في حياتي.
يا حبيبي حبيبي الحمد لله الحمد لله. كرت البقاء في حياتك. كابتن بقى في حياتك كن يعني صدمة وما تتوقعون انتم يعني تلعبوني وتخل علي يكون مرحوم. والله ما اعرف ايش اقول لك، بس عسى الله يرحمه ان شاء الله. والله ما عندي كلامه، بس الله يرحمه ان شاء الله. ما اعرف والله ما اعرف ايش اقول. كابتن بقى في حياتك يا سيد الوالد، رسالة وداعية للأب الروحي سلمان. ما أدري إيش أقول، يعني يا أب أنا العام أتمرن وياه يعني. تفاجئتم؟ إي والله علي تفاجئني. حتى اللاعبين يعني قوي يتمرن. باي. رسالة بقاء في حياتك. حياتكم الباقية يعني قبل. أعز صديق. الكلمات والله ما اعرف تطير من عندنا. يوم بعد يوم نفقد عزيز، يوم بعد يوم نفقد غالي في وسطنا الرياضي، ونفقد مو اسماء عاديه، لا اسماء كبيره، اسماء خدمه البلد، اسماء كابتن. والله ما اعرف دكتور عدنان، يعني رحيل مفاجئ وخساره كبيره، ودائما احنا نقول خساره كبيره لكن ما باليد حيله، فقط نقول انا لله وانا اليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. اكيد يعني مؤلم، لان يعني كابتن كريم صراحه يمكن حتى اقارب ما عنده، هو رجل مقطوع يعني ممتد مع الرياضه، الرياضه هي بيته. شوف حتى الرياضيين شلون بكوا بحراره، لان كان هو ابوه فخور. يعني تكلمت انا طبعا تكلمت اكثر على بنته كانت تبكي والله العظيم تمزق القلب مسكين للاسف. يعني هو طبعا هاي احنا اوكي نقول كورونا ونقول فيروس خطير، بس هم ايضا احنا ما عندنا مؤسسات صحيه يا اخي، ما عندنا. يعني هسه هاي العالم مو كلهم يصير بهم كورونا، ليش احنا بسرعه هيجي بسرعه نفقدهم؟ ما اعرف هذا البلد جديد. خليني اسال الكابتن كريم، انت كنت قريب عنه في حياته يعني، وحتى في المستشفى كنت موجود وفي صور انت موجود وياه، شنو اللي صار؟ شنو اللي خلى هذه الحاله تدهور يعني سريعا ونوصل الى خبر يعني انه رحيل الكابتن كريم سلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا لله وانا اليه راجعون. يعني فوجئنا حقيقه بوفاه الكابتن الخلوق والمبدع الكابتن كريم سلمان، يعني كانت فاجعه انه ويعني حقيقه يعني احنا دائما يعني هذا البلد الوحيد احنا العراق اللي نفجع بالرياضيين. يعني احنا ما فد يوم سمعنا بمدرب او لاعب معروف في بلدان القريبه العربيه، ما سمعنا. سبحان الله، يعني تحس بس الموضوع بس يعني كانه متقصد، ومو اي رياضي نتكلم يعني عن قامات كبيره قام يلقط النجوم واحد واحد. ما اعرف شنو حكمه رب العالمين بهذا الموضوع. يعني احنا البلد الوحيد اللي اذا نفقد نجوم الرياضه اللي عندنا كمدربين ولاعبين، يعني فقدنا اعزاء علينا، نجوم كانوا يعني لهم دور فعال في رفع اسم العراق عالي واسم الرياضة العراقي. يعني الحقيقة الكابتن يعني قبل مباراته مع الديوانية هو كان يعاني من انفلونزا، يعني حتى أنا قبل ورا المباراة جيت شفته، ورا مباراة القاسم أيضا. وما راح لمباراة القاسم؟ لا ما راح لمباراة السماوة وأيضا مباراة النفط ميسان، النفط الوسط هم ما حضرها، لانه قبل قلت لك انا يعني اخر مباراه كانت مع القاسم اللي فاز بيها 2-0 وراها، يعني بدا يحس بالانفلونزا. حتى جيت معتاد اسلم عليه، وبرغم من كورونا احنا كنا نتعانق، فيعني تعجبت انا يعني بساحه المصغره مال الخماسي، قال لي قنبل لا تجي لا توصل يمي. شكو خير كابتن؟ قال لي انفلونزا قويه وخاف عندي شيء لا توصلني.
تفاجأت يعني والله ثاني يوم ما اجى كريم سلمان للتمرين. وين الكابتن؟ قال والله بداية كورونا. طيب شلون صارت؟ قال والله زوج رايحة لمحافظة أربيل أهلها هناك وظهر معدي من عندها. وهي يعني زوجته كانت تعاني من ربو حاد وهو وبنته يعني كان هو يعالجهم وخذهم قبل فترة إلى تركيا كان يعالجهم يعني كابتن كريم ما يعاني من أي شيء. قبل أيام كان موجود ما يعاني يعني صحته كانت طبيعية صحته ويدرب يعني ما فد يوم تغيب عن وحدة تدريبية حقيقة يعني يعني أجل فاجأنا بهذا الموضوع مال الكورونا يعني بعدين هو يعني حسب ما يعني يحكولنا كان بالبداية استاذ شرار معافى حقيقة يعني الأكسجين متوفر عنده الأكل يوفر الهياء ما عافى لحظة كابتن شرار لكن هو يعني كان عنود يعني الله يرحمه ما يستجيب للعلاج يعني استاذ شرار جاب له دكتورين ثلاثة وما يعني يرفض حتى الأكسجين يرفض يخليه يعني حتى الدواء كان ما ياخذه إلا بصعوبة يعني ما أعرف يعني ما يستجيب للعلاج يا كريم يا معود دخيل الله أخذ العلاج إلى أن وقع يعني بعد ما نقدر قمنا نيجي نشوفه ما يعرفنا يعني صعبة يعني صعب مواقف صعب وموقف كل الصعب يعني هو كريم يعني ما عنده أحد يعني ما عنده أحد بس نساء بالبيت حقيقة يعني موقف كابتن شرار حيدر وموقف بعض الإخوان بالنادي يعني ما عافوه لحظة ما عافوه لآخر الليل معاهم لأنه يعرفون وضعه يعني يعرفون هذا الوضع ما يعني ولذلك يعني الله يرحمه يعني ما أعرف شنو قدره هو كان يرفض العلاج تأخر بالعلاج أستاذ حسين تأخر بالعلاج طيب خليني أسأل دكتور يعني والله ما أعرف حتى أنا لا أسئلة محضر ولا أبد لأن يعني انصدمنا بهذا الموضوع وانصدمنا بهذا الخبر هو مو إنسان يعني طبيعي إنسان كان خلوق بدرجة يعني أنه أنت تخجل تتكلم معه وهذا واقع مو لأنه هو الرجال توفى أو رحل يعني هو أنا وصفته أنه خبر مفجع جدا لأنه يعني كريم حتى خلال السنتين الأخيرة يمكن أكثر النجوم الآن أنا اليوم شاهدت فيديوهات لاعبي الجوية والطلبة كلهم كانوا يكون عليه لأن هو الأب الروحي لهم هو اللي خرجهم يعني الآن عديد اللاعبين اللي وصلوا للمنتخبات الوطنية أكثر من 6 إلى 7 لاعبين هم من اكتشافه هو جيلة. فكابتن كريم أولا رجل تربوي محترم جدا في عمله جاد يتحمل كل الصعاب يعني احنا كلنا نعلم ماذا حدث لنادي الكرخ خلال السنوات الثلاث الأخيرة أزمة مالية خانقة جدا يعني لأول مرة احنا نعرف العام الماضي أول مرة في تاريخ الكرخ يغيب عن دور السلة وليت مع العلم هو بطل الدوري لأكثر من سنة بسبب هذا الوضع لكن قول فد يوم شكى فد يوم قال الوضع سيء مع العلم هو طبعا مطمع لكل الأندية لأن كريم أثبت كفاءته التدريبية من خلال العمل مع لاعبين مجهولين مع شباب صغار ويضعهم في القمة خلي أعطيك سر قبل أيام كان هو ضيفي وكانت هناك أزمة مالية مو أزمة مالية أزمة مع الكابتن شرار حيدر خلاف على العمل وبلغ إدارة النادي أنه بعد ما أشتغل إجا بالحلقة ما تكلم على إدارة الكرخ ولا تكلم على كابتن شرار ولا تكلم بالقضية أساسا ويتكلم كأنه مدرب مع العلم كان هناك خلاف كبير صح يعني لمصلحة النادي هم محبين طبعا أنا في هذا المكان أحيي الكابتن شرار هو شرار رجل إنسان محترم جدا وموقفه مع أبناء الكرخ أنا أعتقد موقف يعني يفخر به أي رياضي شاهدنا دموع اليوم مع كريم ووقفته معاه خلال المحنة هو مو بس كريم طبعا هو كان مع الجميع يعني الآن حتى هو احتضانه لأحمد عبد الجبار كل اللاعبين اللي بالكرخ من كل أعتقد هذه مواقف تدل على يعني أولا شخصيته على نجاحه الإداري لأن هو صراحة أنا أقول لك رجل يعمل ليل نهار في سبيل نادي الكرخ أنا أعتقد اليوم فقدنا مكتشف للمواهب يعني احنا مدربين الحمد لله ساحة التدريب كثيرة لكن كريم من نوعية المدربين المكتشفين للأسماء هو يعمل مع مجهولين لكن مع هذا يعني يظهرهم بعد فترة قريبة يوظفهم بشكل صحيح نتاج الفريق صنع انت الآن شوف هي مو مصادفة يعني انا اعتقد غريبة وهي سبب يعني
هو ما 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 ذهب مع نادي كرخ في مباراتين، المباراتين خسروها. مو يعني الموضوع فني، موضوع حتى نفسي، اللاعبين يعني يحبوه، يشعرون بقربه منهم، دائما هو قريب من عندهم. الاب طبعا، الاب هو يعاملهم دائما بلطف وباحترام وبتقدير، ويعرف قيمتهم. احنا اللاعب الموهوب دائما يبحث عن مدرب يفهمه، مدرب يقدر قيمته، حتى وان كان هو ما يتقاضى مبالغ كبيره ويلعب نادي الكرخ، ما يعتبر نادي جماهيري، لكن يجي للكرخ لان طيب. يعني يعرف نفسه راح يرتقي. شفت كميه الحب الموجوده طبعًا. في تشييعه هذا جزء بسيط من التشييع. احنا قسمنا التشييع الى ثلاث مراحل حتى نعرف الناس بقيمه كريم سلمان، لان اغلب الوسط الرياضي يقول لك كريم سلمان مو اسم كبير في عالم التدريب، لكن بعالم الاخلاق وعالم حتى التدريب كريم سلمان صنع اجيال موجوده حاليا. نشاهد جزء من تشييع الكابتن من نادي الكرخ الى منزله في منطقه العامريه، وكميه الحب وكميه الحزن اللي كانت موجوده سواء في منطقته سواء في الشارع سواء حتى عند الناس اللي ما يعرفونه. نتابع. مشان بقى في حياتكم. خسارة كبيرة والله كابتن كريم، خسارة كبيرة انك كعراقيين والله قبل لا يكون بالرياضة. والله انسان طيب وانسان يحمل صفات ما موجودة بكثير من الرياضيين الموجودين، الله يرحمه ان شاء الله. خسرناه والله خسارة كبيرة. اللي شفتوهم بالتصوير هذا كلهم اصدقائه ومحبيه. احنا من وصلنا الى عائلته ما لقينا يعني رجال بالعائله، فقط نساء، ما عنده احد. سالنا على الكابتن كريم سلمان، ما عنده احد، يعني ما عنده اقارب، ما عنده، لكن هو كلنا اللي موجودين عائلته ان شاء الله ومحبيه وناسه واهله. بس اللي شفتوهم بالفيديو هم كلهم اصدقائه، كلهم اهل منطقته، جيرانه، محبيه، لاعبي اللي موجودين، اداره نادي الكرخ، لاعبي، الكادر التدريبي، كله موجود. يعني تحس اكو الفه كبيره. هذا الرجل ترك ناس، ترك رساله، ترك محبين الى كابتن كريم. ترك بسمه قويه بالنادي، يعني حتى بالرياض العراقي. يعني احنا نستذكر الكابتن كريم سلمان ترى من اشرس المدربين داخل الساحه. كريم ايش قد اخلاقه عاليه وايش قد يستحي برا، بس بالتدريب ما يجامل كريم. يعني حقيقه اولا كريم سلمان عمل مدرب مساعد لاحسن المدربين عندنا بالعراق.
عمل مع الكابتن أيوب، مع كابتن ثائر راضي، مع كابتن راضي، مع كابتن حكيم شاكر، يعني عمل كمساعد مدرب للمنتخبات الوطنية. يعني شوف، أولا كل مدرب يجي للمنتخب الأولمبي للوطني يطلب كريم سلمان، مو يطلبه لأنه كريم سلمان، لا يطلبه لأنه من عنده. كريم سلمان خلوق، كريم سلمان مدرب مجتهد، عقليته حلوة، يساعد المدرب بكثير أمور. كريم سلمان لانجويج عده، لغة تتحدث الإنجليزية بصورة جيدة، وآخر شيء كاتنش طلبه أن يعمل معاه، يعني بالاسم قال أريد المدرب الكرخ يعمل معاي، لكن ما قدر عوف الكرخ، يعني حقيقة ما قدر عوف الكرخ، لأنه تربط بشرار علاقة يعني أكثر من أخ. يعني أنا قلت لك بالحديث، يعني شرار حيدر من توفى والده بال 13 كنت مدرب الكرخ، كنا بالدرجة الأولى قبل ما نصعد الفريق، شفته يعني بكى على أبوه، بس مو مثل اليوم، لا مو حزن كبير مستحيل شاهدنا. يعني آخر شيء شرار شفته يعني راد يموت، يعني راد يموت من البكاء على كابتن كريم، وفعلا يستحق كريم سلمان، يستحق كريم سلمان، صفات الصفات كلها به الجيدة، صورة بيضة. أي والله العظيم الله. يعني يعني يا ريت نحتذي إحنا بكريم سلمان حقيقة. طيب كابتن، أكو سر توفيق، ما أعرف، هو ابن نادي الطلبة أي. يتشيع من ملعب الكرخ اللي هو ملعب الراحة لأحمد راضي مباراة الطلبة أي. يعني تحس إنه كل محبي كل الناس كانوا يحبهم من جمعة وفي لحظة تشيع. صحيح، هو الذي أيضا ابن نادي الكرخ، يعني اللي خاف ما يعرف أحد. بداية الكرخ هو أصلا في نادي الكرخ، نادي رشيد، يعني في زمن الذهبي هو كان موجود كريم سلمان وطبعا الطلبة أيضا تاريخ كبير. اليوم هو مباراة صدفة مباراة الطلبة، أعتقد، وفي الملعب اللي يحبه هو، يعني أنا أعتقد لمسة جميلة جدا وإنسانية من طافوا به حول الملعب وإجوا في منتصف الملعب، لأن هذا مكانه هو المفضل. موجودة الصورة، شباب طلعوا لنا الصورة، خلي يعلق عليها الدكتور. مهمة جدا هذه، يعني أنا أذكر الراحل عم بابا شنو كان وصيته؟ كان وصيته أن يدفن في ملعب الشعب. هو ملعب الشعب لا هو مقبرة ولا، لكن هو رمز، دي رمزية. بعدين دفنوه وين؟ قبال ملعب الشعب. يم القاعة. أكيد. هو كان وصيته أن يدفن في الملعب نفسه. الملعب نفسه. هذه اللقطات. نعم. هذه اللقطات. شوف هذه لأول مرة. لكن بعدين من يدخلون بوسط الملعب. وهذا المكان. وشوف من شيعة. إحنا قبل شوية تحدثنا يعني بحزن، لأن قلنا كريم ما عنده يعني لا أخ ولا ابن عم ولا ابن خال، ما عنده أحد. لكن شوف الرياضيين شلون بكوا. اللاعبين شوف الوفاء، باع الوفاء. يعني احنا من نحكي عن الرياضه، والله هي هاي الرياضه اللي نحبها، الرياضه الوفيه اللي بيها الناس اللي فيها. ولا لاعبين قاسم دول شلون كانوا بالكرخ؟ اكيد لعبين. اكيد حتى لو هو شوف ترى هو اي القضيه مو هذا عندنا بالكرخ، مو الا لاعب عنده، يعني هو اي واحد يتالم فنجان هذا كان يشوف هذا بالكرخ. من يشوف هذا الشخص هذا النجم وهو يغادر الحياه، شوف احمد عبد الجبار، شوف علي الشيخ، شوف كل دول اللي ابناء الكرخ كلهم متالمين، وهم هسه يعني ما شعروا بانه هو غريب ولا شعروا العفو يعني انه مقطوع وما عنده اقارب، كلهم عائلته. باع شوف شلون طريقه، شلون احتواه، شلون يعني انا اشوف متعود شيء والله العظيم، اي خبر يجيني اتاكد يلا، يعني بشكل عام اول ما سمعت الخبر راسا اتصلت باخويا العزيز حسين سلمان، قلت له صحيح هذا الخبر؟ حسين كان يبكي، قال لي صحيح. فالكرخ مع عائلته، يعني اوكي اللي هو لعب بالطلبه وكذا، هو الان وجد نفسه حتى تدريبيا، الان تحدثنا عن محطات هوايه كمساعد مدرب بس، وعمل مع الشرطه اوكي، لكن وين بزغ؟ وين ابدع؟ بالكرخ، في محطاته مع نادي الكرخ. هذه المحطات الاخيره، السنوات الاخيره، انا قلت لك هاي اكتشاف النجوم، يعني من نتحدث الان كل اللاعبين الان بالمنتخب الوطني هم ابناء كريم سلمان كلهم. صحيح. الان اللي بالجويه، اللي أرفع. بالشرطه، اللي بالزوراء، اللي بكل الفرق، اغلبهم هم من تحت عباءه كريم سلمان. فانا اقول فقدنا هذا المكتشف. احنا دائما استاذ كريم قبل اللقاء قال لي انت كتبت عليه قبل 20 او 15 سنه، قلت له عباره، قلت له انا احب دائما اللي يعملون مع الفئات العمريه. أي. تعرف ليش؟ لان هذول هم يعني الصناع الحقيقيين. صحيح. هم اللي لهم اثر ان يكتشفون هذا لاعب او غيره. كريم من هذه الطينة، كريم من هذه الطينة، عمل في نادي لا يملك الأموال، لا يملك النجوم،
وكل موسم يغادروه سبعة وثمانية يقول ماكو أي مشكلة يجون غيرهم. صاروا لاعبين موهوبين. والله في أحد الحلقات سألته قلت له هذا الموسم ماكو لاعبين. إيه؟ ما خرج. قال لك يجون غيرهم. قال لك يجون. قال لي إيه؟ والله قال لي يجيب نجيب غيرهم. صار لاعب قبل يخاف أي لاعب من الموهوبين يقول لك وين أروح؟ أروح الأندية الكبيرة ما ينطوني فرصة. فعلا ما ينطون يعني هم يختارون الآن أنديتنا. يأخذون منين الأندية؟ يأخذون النخب اللاعبين المميزين. أما أنا أنطي فرصة لاعب بالفرق الشعبية أو لاعب صغير فقط نادي الكرخ. فقط نادي الكرخ صاحب هذه التجربة اللي اليوم هو الآن هو شوف أبو علاوي إحنا الكرخ يعني خلى أعطيك نبذة عن نادي الكرخ ولو أوف نادي الكرخ خلاص والله أنا أحكي على هذا هاي الصورة اللي قدامي مؤلم يعني والله العظيم ما أعرف يعني تدري بس هي صورة أبو سعد حسين موجود تدري هاي صورة تشرف يعني لا بالعكس والله العظيم طبعاً هي الرياضة هي الرياضة هي العالم يعني بروح مثل المقبرة قبل ما يجاني أنا كابتن كريم دخلت على مواقع التواصل العربية والله كلها تتكلم عن هذا الموضوع طبعاً. تشيع مدرب عراقي في ملعب أثناء طبعاً. المباراة طبعاً. الكل يتكلم تحس أكو قيمة تحس أنه أكو بالبلد بعد بالرياضة أكو جانب مشرف شوف الرياضة إحنا دائما نشكو من هذا الموضوع موضوع الصراعات والخلافات والأزمات ودائما نعيبها مو آخرها موضوع الأولمبية وقبلها اتحاد القدم لكن هاي المشاهد هاي المشاهد اللي تخلي نقول احنا عندنا قلوب حقيقيه عندنا ناس حقيقيين يعني الان اي رياضي يفخر بما قام بنادي الكرخ بالاحتفاء بالراحل كريم سلمان لاعبين قاسم اغلبهم ما يعرفون الكابتن اكيد والله من لكن هذا الوفاء هذا كريم في الملعب أيه. والله العظيم ما يسيطرون على نفسهم طبعا طبعا هذا أيه. قلت لك هذا الرياضي الحقيقي اللي عنده وفاء واللي عنده اصاله طبعا أيه. وشوف كلهم بوع هاي الطريقة يعني في الدفاع عن المدرب في الانضمام إليه في مواساته في الحرص عليه في التفكير بعائلته هو هذا الانتماء الحقيقي للرياضة ترى الرياضة أسمى من أي شيء لا الفوز ولا خسارة يبقى موقف يعني هذه الأمور لكن هذه الأمور وهذا اليوم اللي شفناه مع الكابتن كريم لا والله تحس الرياضة بعدها أكو قيمة أكو ناس لا ممتازين جدا أنا يعني أشوف أيضا شوف كنكن أيضا يعني وجود ممتاز جدا أريد أتكلم على كنكن بنهاية الحلقة والله لا, 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 لا أيضا أنا بأشوف نحييهم الكل موقف جميل أنا مرات انتقدهم تعرفته ما عندي من يسوون موقف سلبي لكن شوف بهذا الموقف هو يرفرف بالعلم العراقي ويصدح لا خليني اقول لك سر خليني اقول لك سر هو الصبح كان يم دكتور العيون عنده مشكله بعينه اي صح وجاي على سوى عمليه وسوى عمليه وجاي على قريب على نادي الكرخ قال لي اريد اسوي اجامه مع السياره أيه. والله العظيم صاعد فوق السياره والسياره تمشي بسرعه والهواء قوي بعينه أكيد. هو رافع العلم قلت له كنكن عيونك توجع قال لي ما مالك علاقه طبعا ما يحس لا هم تعلموا يعني على الوطنيه مو كل يعني لا. مواقفهم مشرفه هو لا موقف هو مهدي الكرخي يعني مواقفهم مشرفه شوف مواقفهم برا بالخارج القطر لا مواقفهم جيده مواقف جيده بهيك اشياء خاصه لان هذه تاكد ان الرياضه هي احتواء الرياضه هي عائله الرياضه هي تعوض كل الناس عن الفواجع الانكسارات اللي تصيبهم هذه هي الرياضه الحقيقيه انا يعني ولو ترى اداره الكرخ مو يعني بس الكابتن كريم يعني عندنا منذر خلف الله يرحمه طبعا عملنا له نفس الشيء صحيح منذر علي شناوه تمام لحد الان قائد اسمه صح ومنذر خلط سوينا له تشييع مهيب من نادي الكرخ صح يعني هذه اداره الكرخ يعني لا وانا ما تنسى اقول لك انا اوجه رساله لنادي الكرخ استاذ حسين عائله الكابتن لا انا ما اوجه رساله يعني انا مو مدحن باداره لا الكرخ لا عملت اكثر من خمس لا لا, لا ما اوجه رساله للكابتن شرار واداره الكرخ لان ادري بها راح تسوي أيوة والله بدون ما اوجه له رساله وهذه يعني انا موقف يعني يجوز ما حد يدربي انا موسم صعدت الكرخ ب 2013 صعدت للدوري عدت بنفس السنة صعد ثاني سنة يعني احتاجت يعني في عملية 2015 يعني بس وصلت الشرار يعني دز لي مبلغ يعني ايش تتوقع ايش قد يدز يعني كل ناس فد مليون من دز لي 10 ملايين قلت لك ما وجه رسالة قال كريم قنبل هاي صعد الفريق هاي 10 ملايين إلى لا مواقف كبيرة يعني مواقف مشرفة ما دام نتكلم عن كابتن شرار وعلى ما حصل اليوم والله ما اقدر احكي يعني والله بصراحه حلقه اليوم ومن سمعنا الخبر من الصبح تواجدنا وما قدرنا يعني لان كابتن كريم سلمان صديقنا واخونا والله العظيم من احتاجه بالبرنامج مجرد تليفون بسيط يقول لي تدلل وبالظروف اللي كنا نعيشها بازمه كورونا هذه يعني وثقنا اللحظات الاخيره لمراسم وداع الكابتن كريم سلمان رغم ما هي صعبه رغم ما هي مؤلمه هذا اقل شيء
اقل شيء نقدمه الى روحه لعائلته، حتى عائلته بعد ايام من تراجع، يعني هسه هي يعني تعيش بألم الحزن، من تراجع المواقف والذكريات تقول لا والله كريم سلمان ترك اثر عند الناس. خلونا نشوف اللحظات الاخيره اللي هو داع الراحل كريم سلمان. الوسط الرياضي خسر يعني خسر واحد من أدب الناس ومن أحسن الناس، بس هذا وعد لرب العالمين يعني. والحقيقة إنه صار انذقال يعني من أحمد راضي الله يرحمه، الناظم شاكر الله يرحمه، العلي هادي الله يرحمه، هسه كريم سلمان يعني ما أعرف تذينه والله، هاي كل شو تذينه والله يرحمه، الله يعين أهله الله يعيننا وياهم، الله يمنحنا الصبر والسلوان يا ربي، يمنحنا الجنة إن شاء الله. الحمد لله والشكر، لا إله إلا الله، الله الداعم. يعني صدمة، مو بس صدمة الكرة العراقية، يعني يومية هزة. هاي سنة 20 أخذت من عندنا هواية نجوم بالرياضة، بداية علي هادي أو فالح عودة، علي هادي وناظم، اليوم أستاذ كريم سلمان الله يرحمه. يعني خاصة احنا بالنسبة لنا نادي الطلبة، انا بالنسبة لي موظف ويانا وعينا الكابتن علاء كاظم 12 سنة لحد الان، يعني شو يريد نقول؟ ما نقول الا لا اله الا الله،
يعني ما ادري ما اعرف بس انا كنت يم من نحفر القبر بس انا والولد واقفين يعني لان هي هاي الدنيا ايش تريد تسوي يعني ايش تريد تسوي كريم سلمان انسان خلوق يملك من الخلق رائع انسان بس تبقى اعماله ونقول انا لله وانا اليه راجعون. كل الاوساط الرياضيه تعزي هذا المصاب الكبير الكابتن كريم سلمان. انا عاشرته من كان المدرب الكابتن حكيم شاكر كاس الخليج بالبحرين كان مدرب مساعد يعني انسان تعجز الوصف عنه انسان تربوي ومؤدب وخلوق ويتعامل مع الكل بحسن نيه الله يرحمه وما قصر وياه الكابتن شرار حيدر رئيس نادي الكرخ يعني من وقع ولحد الان ما قصر وياه وان شاء الله ما يقصر وياه و الرحمة والخلود ويصبرنا إن شاء الله ويصبر محبيه وأهله وذويه وناسه على فقدان الكابتن كريم سلمان خسارة كبيرة والله للوسط الرياضي ما عندنا كلام غير نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. عندنا اتصال هاتفي من السيد نجم الأوسي أيضا نعزيه لوفاة شقيقه قبل يومين وهو طالب مداخلة في قضية الكابتن كريم سلمان ومباراة الكرخ والنجف. السلام عليكم كابتن نجم وبداية نعزيك بوفاة شقيقك. عليكم السلام سعد حسين عيوني أشكرك جدا والله يحفظكم ويحفظ عوائلكم ويرحم والديكم إن شاء الله. والله العظيم أنا أول بارحة أخوي توفى وحاليا يعني حاليا أنا في مجلس العزاء ولما بلغني اليوم خبر وفاة المرحوم كريم والله ما يعني حتى نسيت مصابي والله حتى نسيت مصابي واتصل بي بنفس اللحظه وانا يعني بدايه الشوط الثاني مباراه يعني المشرف المباراه بلغني قال لي استاذ الاخوان في اداره الكرخ وجماهير الكرخ حاملين النعش واقفين بالباب انا شلون اتصرف؟ قلت له ما شنو المطلوب؟ قال المطلوب انه يدخلون يبنون الملعب لكم هذا استحقه واستحقاقه هذا المكان اللي تخرجت من عاشت ايدك عاشت ايدك والله اذا القرار كان من عندك فانا اهنيك على هذا القرار وعاشت ايدك الله يحفظك والله للحظه فقط اتصلت بالدكتور حيدر عوفي قلت له دكتور هذا الموقف ايش؟ قال لي استاذ تصرف انت بموقفك شلون انت من اتصل بي؟ قلت انا اللي حصل قال تصرف باللي تراه انت وقال بهذا الطريق قلت لهم اسمحوا لي وخليه يدخلون وان شاء الله العالم كلها العراقيين طيب الحمد لله طيب خلينا استغل تواجدك يعني وقلت لك إن إحنا أنت بظرف أيضا يعني ظرف صعب ونتمنى إنه أن يتغمد الفقيد فقيدكم بجناته ويكون عند رب غفور الرحيم. أريد أسألك على قضية مباراة الكرخ والنجف، البعض يتحدث عن عدم تأجيل المباراة، إذا عندك معلومة. والله سعد وإن كان أنا يعني حقيقة ما متواصل باللجنة لكن اليوم هم تواصلوا وياي الإخوان كلهم في هذه القضية. وان شاء الله يكون القرار يكون مرضي لكل الاطراف، اكو موقف طيب من اداره النجف ومن الحاجه اياد بنيان رئيس هيئه تطبيعيه ولجنه المسابقات. احنا عندنا تصريح الكابتن حسن احمد يقول انا بالنسبه لي ما اريد العب المباراه واريد اجل المباراه، لكن خلي في بالكم كلجنه مسابقات هذا الموضوع انساني لاعبي الكرخ الا قبل ساعه احنا تركناهم في المقبره. هم والكادر التدريبي وظروفهم الصعبة ونفسيتهم يعني جدا منهارة فما أعتقد أنه حتى يلحقون أنه شو وقت يتمرنون للمباراة يعني مو نخلي في حسباننا فقط قضية المباراة يا أخي أجل مباراة وشنو المشكلة إذا تأجلت مباراة سادة حسين عيوني الله يخليك هم هذا الموضوع تحت نظر الهيئة التطبيعية والسابقات والآن إن شاء الله يكون هناك القرار يرضي جميع الاطراف ان شاء الله لان احنا كنا متاثرين بهذا المصاب الكبير والله يعني ما
ما اقول لك مدى الاهتمام بهذا الموضوع. اقسم طيب. بالله العظيم هذا الرجل، هذا الرجل يحمل اخلاق ما اقول الا اخلاق الاوصياء، خلق عالي، التزام عالي. من يوم اللي عرفته، انا عرفته من سنه 82 83 الى هذا التاريخ، هذا كريم سلمان هو محبوب الجميع. كل في نادي الطلبه كان هذا ايقونه النادي، كل تحبه كبيره وصغيره. طبعا رحمه الله على روحه، الله يرحمه ويرحمه. نتغمد له نتغمد له ان يكون يعني بجنات عند رب غفور رحيم، وايضا نتغمد الفقيه تكون بالرحمه ان شاء الله، ويكون عند رب غفور رحيم. انا شاكر تواجدك في الحلقه، بس خليني اسال الدكتور دكتور عدنان، هذه القضيه قضيه مباراه النجف. اعتقد لجنه المسابقات عندها لائحه، من ضمن اللائحه انت تعرف وضعنا هذا الموسم مختلف بسبب قضيه فيروس كورونا، فاعتقد تاجيل قائم راح يكون اكو تاجيل. طيب خلينا نشوف تصريح الكابتن حسن احمد مدرب نادي النجف، لان اكو كلام خرج في مواقع التواصل الاجتماعي انه اداره النجف ترفض تاجيل المباراه. لا مستحيل. خلينا نشوف التصريح وبعدين نرجع نعقب عليه. نعزي انفسنا ونعزي الوسط الرياضي واهل الفقيد ب يعني رحيل الكابتن كريم سلمان اللي يمكن ألمنا كثيرا يعني، ونتمنى ان شاء الله الله يرفع الغمه عن العراقيين ويكونون بالصحه والعافيه وان شاء الله. اكيد يعني احنا تلقينا الخبر بحزن كبير يعني، وانت ما تعرف حتى لاعبين الان حزنانين يعني، كيف فريق الكرخ اللي هو مدربهم يعني رحل عنهم، فاكيد يعني الحزن موجود كبير يعني. لكن تدي هي الحياه لازم تمشي يعني، والرياضه تمشي. يمكن اليوم اخواننا وزملائنا، ممكن بكره احنا لا سامح الله يعني، او اصدقائنا او واحد من اقاربنا، هاي يعني هي هاي الحياه. فاحنا نقول الرياضه هي يعني اهم شيء، يكون التواصل يعني. احنا الان الحزن يمكن كل العراقيين حزنانين، وخصوصا القطاع الرياضي اللي متاثر جدا يعني. اي مدرب قبلها، كابتن علي، كابتن احمد راضي، كابتن ناظم شاكر، الكباتن كلهم يعني. اكيد هاي سنه 2020 يعني انا يعني نقول اخذت الاعزاز يعني من عندنا، لكن الحياه لازم تمشي. اما بخصوص يعني مباراتنا، انا اعتقد يعني اعتقد المباراه ما تمشي يعني، لان اعتقد ممكن يعني رئيس نادي الكرخي يطلب بتاجيلها، واحنا نايد يعني، رغم احنا متهيئين من يوم امس وجايين من النجف وهذا، لكن تدي هاي المشاعر والاحاسيس موجوده. فاذا طلب انا كمدرب ايد انه تتاجل المباراه. كمدربين او كعاملين فنيين في نادي النجف، قبل كل شيء احنا نعزي انفسنا كرياضيين، وهو كنت قريب ان خاصه الي يعني، هو زميلي في نادي الطلبه وعزيز علي طبعا جدا. انا اتمنى انه يمكن هذا يكون نهايه هذا، يمكن هذه الايام الموجعه لنا ايام العشرين. ربي ان شاء الله يكون يعطي رحمه ويعطي يمكن مغفره ان شاء الله. دعائنا ان هذا الرجل إضافة إلى الإخوان الموجودين كل كانوا في قلوبنا لحد الآن. إذن الكلام واضح للكادر التدريبي لنادي النجف، وأنا أيضا تواصلت مع الكابتن رحيم لفتة رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف، وأكد أنه النادي مع التأجيل، لكن مو إلى إشعار آخر، لأن النادي يقول إحنا نمر بأزمة مالية ضيقة، وتواجدنا ببغداد يسبب لنا مشكلة وما نقدر نرجع للنجف، فلذلك هو طالب بالتأجيل أن تكون المباراة يوم السبت المقبل. دكتور هذا رئيس العفو عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف. طبعا هذا رأي مقنع جدا، لأنه هو يعني الآن إحنا في مصاب، أكيد يوم أو يومين يكفي، ممكن اللاعبين يعودون اللعب، لأن هي هذه طبيعة الحياة يعني. اعتقد موقف مشرف لنادي النجف واداره نادي النجف ان تتجه بهذا الاتجاه مواساة لنادي الكرخ واللاعب الدولي السابق والمدرب كريم سلمان. اكيد بعض انت ذكرتها في وسائل التواصل، البعض يقول لك لا خلينا نلعب، خلي بالكيما يجون، خلينا ناخذ 3 نقاط. لا، اعتقد الامور الانسانيه أكبر. المواقف اكبر من هذه الامور. اداره النجف تاكد انه هي على الطريق الصحيح، وتقف مع إدارة الكرخ، وأنا متأكد أنه يمكن خلال ساعات راح تعلن لجنة المسابقات. لو تم التأجيل الرسمي بس تحديد الوقت. التوقيت، إيه التوقيت. طيب إحنا ويانا في اتصالات في اللاعب الدولي السابق، الحارس الدولي السابق إبراهيم سالم. السلام عليكم كابتن. السلام
السلام عليكم أخ حسين، بقية حياتكم بقية حياتنا، نعزي نفسنا، تحياتي لضيوفك. ما أعرف شو أحكي والله الصراحة. الجو إلك. الجو إلك. كابتن كريم سلمان أخ. أنا أتمنى بس أجمع قواي. كابتن إبراهيم. أخي حسين أتمنى يعني الأخ كريم سلمان رفيق درب وعلاقة طيبة كانت تجمعنا بالمنتخبات الوطنية وصديق وعزيز. يعني فاجأة، إحنا شو نريد نتكلم علي هذا الأمر؟ يعني الصراحة صعب علينا نتقبله صراحة. لحد الآن أنا مصدوم، يعني لحد ما أشوف اللقطات اللي عندكم وواجبنا وقد ما تتكلمون تقولون ماكو أخ وماكو ابن عم وماكو. لا، كريم سلمان أخ للجميع، من الخلق ومن التعامل اللي ما شفنا من عنده في يوم إساءة. هاي مميزات كريم سلمان اللي الكل تشهد له. لكن أنا أرجع وأقول أخ حسين، اليوم احنا من طالبنا ان الرياضيين يجب ان يكون عندهم يعني تقييم خاص. اذا تتذكر من طالبت انه انا ردنا مشفى خاص الرياضيين. يعني اليوم حسب المعلومات اللي موجوده ما اعرف انه كانت الاكسجين ونقل الاسعاف، وكان اكو شخص معين يطلب يعني كتاب التحويل. هذه الامور ما تليق برياضيين وما تليق بكريم سلمان اللي خدم المنتخبات الوطنيه. نتمنى انه هذا درس الرياضيين يلحقون يا اخ حسين. احنا رغم الفاجعه اللي موجوده لكن اليوم اكو اخطاء معينه يجب ان تتحملها الدوله بخصوص الرياضيين وبخصوص كل مجتمعاتنا، يعني المجتمع سواء الفنانين او الاخرين. لكن اليوم احنا فاجعه كبيره ان كابتن كريم سلمان. صراحه تعذروني ما اعرف ايش اتكلم اخ حسين، ما اعرف ايش اتكلم. معذورين والله كابتن. احنا نعتذر اساسا من الجمهور، لان والله العظيم لا الدكتور ولا الكابتن ولا حتى انا والله نعرف نحكي، لان هذه يعني الكلمات اللي بدنا نتكلم بها والله ما نعرف شلون قاعد تطلع، لان المصاب كلش كبير كابتن كريم. مو شخصيه عاديه. صدقني اليوم من شاهدنا احنا نتمنى، وتعرف انه انا مريض، يعني اتمنى انه احنا فد شيء يليق بكريم سلمان. احنا اهله، احنا اخوته، احنا ناسه اللي يليق به ان شاء الله. ان شاء الله يعني ما تقصرون كابتن، ان شاء الله يعني لا انت ولا كل الرياضيين يقصرون. لكن كنت اتمنى كل اصدقاء ونجوم الرياضه العراقيه، كريم سلمان عزيز علينا، كريم سلمان صديقنا، يعني نتمنى انه نسوي له فشي ان شاء الله من باكر راح يكون فشي يليق به. كل الاحترام والتقدير للاخ شرار حيدر، ما يقصر انا متاكد، لكن 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 نتمنى انه بعد استمرار هذا الوباء اتمنى ان الدوله وزاره الشباب والرياضه الكابتن عدنان درجال انه الاهتمام بالرياضيين والاهتمام ان فعلا نقول احنا مشفى خاص انه يا اخ حسين. والله يتمنى ان يكون هناك اعتناء بالرياضيين، لان الرياضيين خصوصا اللي قدموا للبلد يجب ان يكون هناك لهم اهتمام خاص. شكرا للحارس الدولي والمدرب الحالي الكابتن ابراهيم سالم على تواجده. كابتن كريم يعني يقول لك نتمنى ان يكون هناك مشفى خاص للرياضيين، يعني مو فد مشكله كبيره، يعني ترى والله يعني فلوسه اكو، يعني كابتن ابراهيم دائما يعني حقيقه وعد يعني امانه انه دائما يدافع عن الرياضيين الرواد والرياضيين عامه، يعني مو بس كره القدم، يعني هو يتكلم عن شريحه كبيره، يعني لاعبين دوليين، لاعبين عندهم انجازات، خدموا البلد. يعني وانا من خلال برنامجكم يعني انه اكو مستشفى جديد بنته المصرف الاقتصادي جنب معارض البياع، مستشفى كلش جميل وجديد، يعني ما افتتحوه وما خلوا به مرضى، انه تتوجه وزاره الشباب وهو مال الدوله وراح يرجع للدوله، ان يكون هذا المشفى الخاص الجميل اللي على موقع كلش راقي، يعني بشارع العام، ومستشفى انبنت في 3 أشهر يعني من ماده السندويتش بانر، ومستشفى مكيف ومجهز وشفته اني، يعني مستشفى راقي جدا، ولحد الان
يعني ما حد وبي مستلزمات طبيه وجهز لكن ما افتتحوه يعني لحد الان ما دخل. فاقترح من خلال برنامجكم ويسمحوني الاخوان السيد وزير الصحه السيد وزير الشباب كابتن عدنان درجال انه يخلون بهذا المستشفى انه يعملون للرياضيين يعني بما انه مستشفى جاهز دكتور استاذ حسين انه مستشفى لا الداخل بي ولا شيء هذا المستشفى يخصص للرياضيين يعني الكلام كابتن والدكتور يعيدني هذا يمكن سمعناه عندما مات علي هادي وعندما مات احمد راضي والله في بداية سوى في احنا بداية الناشط الناشط وتشوف المسؤولين احنا الناشط وتشوف الرياضيين الكل يتكلم وبعد فتره تمر مرور الكرام دكتور هذا الكلام مو موجود لو انا غلطان عزيزي دائما للاسف احنا الرياضيين الحلقه الاضعف يعني احنا من ذكرنا موضوع العنايه الصحيه اللي هي سيئه جدا في مختلف مفاصل الدولة ما عندنا مستشفى نفخر به احنا الان من نتحدث عن مؤسسة حكومية قل للمستشفى الفلاني هذا مستشفى باكو جهود يعني اكو طاقات واكو امكانيات بس ماكو شيء لا اكو ادوية لا اكو اجهزة اكسجين بالقوة كل شيء ماكو يعني بلد معطل تماما فاحنا من نتحدث عن الرياضيين احنا في بداية الازمة طالبناهم ان مستشفى الطب الرياضي ياخذ دوره لان مستشفى الطب الرياضي اولا امكانياته كبيرة اشو ورا فتره قالوا لا بيعمار زين هسه احنا يعني ما اعرف انا قضيه الاعمار هم مرتبطه مشكلة. الان انت عندك فيروس وعندك مشكله كان يفترض على الاقل الرياضيين انا من اجي الان كادر صحي رياضي يعتني بالرياضي شويه على الاقل نضيع هاي كلمات الشكوك والاتهامات احنا في وقتها من شفنا الكابتن احمد الراحل ايش قلنا على الموضوع قلنا والله العنايه مو تمام بي ما اعتنوا بي ما اهتموا بي ولا كانه هو هذا الرمز الكبير صاحب الهدف الوحيد بكاس العالم وكذلك الحال بموضوع الكابتن ناظم او كابتن علي هادي وكل الناس اللي فكنا نتمنى انه يكون اجهزه رياضيه الرياضيين يعتنون بالرياضيين افضل. طيب السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي السابق لكره القدم يسلم عليكم يقول نعزي انفسنا والوسط الرياضي وعائله المرحوم كابتن كريم سلمان انا لله وانا اليه راجعون وايضا نعزي نادي القوه الجويه وعائله المرحوم الاخ رياض ابو حيدر الامين المالي السابق لنادي القوه الجويه الكابتن سعد حافظ ايضا يبعث رساله يسلم عليكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وانا اليه راجعون عظم الله اجركم واحسن لكم العزاء كثير من الرسائل لكن ضيق الوقت يخلينا ما الرياضيون قلب واحد الرياضيين كلهم متكاتفين وهو اكبر عائله هي عائله الرياضيين لان هم الشعب العراقي هو شعب شاب على الرياضيين احسن نتكلم عن كره القدم الان الاخ محمد صبيح رئيس الاتحاد العراقي للرمايه ايضا يبعث رساله تعزيه للوسط الرياضي برحيل الكابتن عبد الكريم طبعا لا لا كل الرياضيين متكاتفين يعني ومساندين واحنا نتمنى الخير لرياضتنا لابنائنا لشبابنا نتمنى احنا الان نتحدث ترى مو انحيازا لاهل الرياضه احنا نتمنى تكون عندنا مؤسسات صحيه حقيقيه تشافي طيب كل ابناء البلد ليش هاي الخسائر حقهم علينا ايضا الاخوان يعني يتكلمون الكابتن يونس محمود ايضا يعز العالم الوسط الرياضي بوفاه الراحل كريم سلمان نائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي الجامعه علي العقيلي ايضا يعزي الوسط الرياضي بوفاه الراحل كريم سلمان اللاعب الدولي والمدرب الحالي حيدر جبار محلل البرنامج ايضا يعزي الوسط الرياضي برحيل الكابتن كريم سلمان اللاعب الدولي السابق صباح جعير ايضا يعزي بوفاة الراحل كريم سلمان الاخ سامر نجاح الشبلي مدير موقع صدى الكرة العراقية ايضا يعزي الوسط الرياضي وحجي سامر اعطيك موقف خبرني قال لي انا راح انتظرهم بطريق النجف لان كان يتوقع انه الدفن يكون في مقبره النجف لكن قلت له بابو غريب واكفين بالنجف يريدون يريدون خدمه لا كل جماعه الامانه يعني نادي النجف وجماعه النجف مواقفهم مشرفه بهذا الموضوع يعني يتلقونه يعني يساندونه بهالامور هاي خاصه من المواقف الحزينه حقيقه رفيق الدرب باسل جورجيس ايضا يعزي بوفاه الراحل كريم سلمان والله يعينه والله يعني باسل جورجيس بعد يوم يفقد واحد من صحيح. من خلص أصدقاء أيضا صحيح. المدرب قحطاني الشهير يبعث رسالة تعزية ورقم أيضا أنا شاكر تواجدكم وما أقدر والله يعني مداخلة شوي أستاذ حسين بس يعني أنا تفضل من خلال برنامجكم يعني على إدارة الكرخ يعني هي دائما سباقة للأمور أنه عملوا شيء الكريم سلمان يعني أكيد. يعني لأنه الملعب سمي باسم الساحر ما يحتاج توصية والله بالعكس والله ما يحتاج نعم صحيح الكابتن
شرار حيدر انت ما تحتاج توصيه، وندر بيك راح تكون سند وعون لعائله الكابتن كريم سلمان وما راح يقصر. شاكر تواجدك دكتور في حلقه اليوم، واتمنى لك الصحه والموفقه ان شاء الله. شكرا كابتن كريم قنبل ايضا، شكرا تواجدك رغم انه كنت تعبان وكنت متواجد من الصبح الى حد قبل قليل في مراسم الدفن. ايضا الشكر والتقدير لجميع المتابعين، وايضا الشكر للمصور تحسين العيبي اللي كان من الصبح يوثق مراسم التشيع للراحل كريم سلمان، وايضا الاخ والمراسل احمد ياسين. شاكر جميع، على امل ان نلتقي يوم غد ان شاء الله.